من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله. والصلاة والسلام وشفيع ذنوبنا أبي القاسم النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلغ العلا بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله ورق البساط بنعاله. يا من حضر صلوا عليه لمديح خير الأنبياء الأمجد، وكأنه بلسان حال فؤاده نادى بكل موحد متودد ذكر المصطفى في مجلس. أدم الصلاة على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول وصلى 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 وحد من صلى وحد من صام للباري وصلى، وحد من صام للباري وصلى، وصلى أظن مكتوب للهادي. شنو؟ وصلى أظن مكتوب العالم، وصلى وصلى عليه البار خلنا هل انت ابو علي السكاوي اللي هل هلك الله في حبك. هل قليل بمولدك يا حسين. هل قليل بمولدك يا حسين. هل الهلال
من الفرح الوجه هل 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 يبارك مولدك كل يلا لفرحة دليلي 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 يعني قلبي دليلي مولدك يا حسين هل 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 إهلالك إهلالك بالهنا والخير هل 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 دمع من الفرح لكن الحين اظن اخذ الشغل وملا يا وملا ملينا الصبر مادك وملا وملا دخلنا انت بالمحشر وملا وملا عن دربك فلا حدنا عن دربك يا درب الشرف درب الحسين درب الشرف درب الكرامة درب العزة درب هيهات من الذلة يقول منزل 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 عن دربك يا درب الشرف منزل 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 إلك بدروبنا يا حسين تمسك الجنة من عطر قبرك يا حسين الجنة من عطر قبرك تمسك تمسك اسمع حسين الزارك بحبك تمسك حسين كلمات واشتغل حبيبي اشتغل كلمات احسن زارك بحبك تمسك يا زال لا ناير لا تغيب نار تمسك ايه اسمع الجنة من عطر قبرك تمسك تمسك احسن زارك بحبك تمسك يا زاير لا تغنان تمسك إلك شافع غريب
الشكر. تمسك تمسك الجنة من عطر قبرك. أساس صار فيها مسك من عطر قبر الحسين. الجنة عطرت الجنة الجنة احرس مناجي. انا احرس مناجي. ناجي العربي ماجي. وناجي وناجي وناجي. حيا الله حجي على الحرس. حياك الله. وناجي وناجي تجي روحي لو يمه. وناجي. سن. أبيات هذه في الواقع أبيات فرح ومرح لأهل البيت حسين سلام الله يا علينا سلام الله أن يجمعنا وإياكم عند ربنا إن شاء الله انهني جده المصطفى انهني جد المصطفى خير البريه ابو احمد ايه النوم النوم اركله حسين اسمع حسين اسمع حسين تضرب له وش ما سويت نهني جده نهني نهني جده المصطفى خير البريه 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 ونهني ما لديهم وجنة نعرف أن الذي بينهما شيء عظيم وعلاقة قوية متينة ميلاد الحسين الحور فرحانة فرحانة الجنان مزينة وعليه والهانة الجنان مزينة وعليه والهانة ميلاده 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 ونهنيه
بميلاد الحسين بميلاد الحسين العيون فرحانة 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 الجنان مزينة وعليه والهانة الملايك للنبي تهني وسهرانة ميلاده ها ها ميلاده ها ها ميلاده ونهني الزهرة شهر شعبان ميلاده فرحنا في شهر شعبان ميلاده 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 فرحة عمة الأكوان والسالة ما في سالة هني؟ أي واجب وين هاشم؟ السالة هني موجودين فرحنا في شهر شعبان ميلاده فرحة عمة الأكوان والسالة سفينة للنجاة انت وشفيع المذنبين سفينة واللي عنده حاجة اللي عنده مريض اللي عنده اسير اللي عنده كذا حاجة اي حاجة لا يطلق الا في هذا الوقت في هذه الليلة وهو في سفينة النجاة في مجلس سفينة النجاة توجه الى الله في الحسين توجه لك سفينة انت عزه ما ركعت بيوم حق الظالمين انت عزه ما ركعت بيوم حق الظالمين اسمع للإبا معروف حقك يا منار المؤمنين ميلاده ها ها ميلاده ها ها ميلاده ونهني الزهرة الله عليه وآله الرسول يقول من حسين وأنا من حسين صح ولا الرسول يقول من حسين وأنا من حسين مثل أخلاق الرسالة ابن الوصي حامي ثورة عدالة ناصر المستضعفين بدمومة والكون تنور هذا الستر وفيديو كني. هو الخير واجب لكن
يقول وسرني. اسمع اسمع. وسرني أسرني. وسرني 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 شدحني حب ابو اليمن. شدحني دودحني شدحني مو شدحني 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 حب ابو اليمن. وسرني همس بالهوى همس بذني بدوني همس بذني الهوى باسمه واسرني واسرني هاي الليله ومسروره عليك هاي الليله مسروره عليك هاي الليله مسروره عليك هاي الليله مسروره عليك خلنا نقرا خلنا نقرا يا هادي يا من نورك يا من نورك يا من نورك الكل نور يهديك اسمع اسمع يهدي يا من نورك الكل نور يهدي حبك بالقلب هيهات يهدي ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وإسعة المعصوم من بنيه أن يفرج لنا. قلت لك كل واحد عنده حاجة وكلنا أصحاب حاجات ونحن أيضا أنا أسأله الدعاء كلنا نحتاج إلى الدعاء كثيرون ترى يحتاجون إلى الدعاء ويوصلون دائما وأبدا وبعضهم بذكر الاسم بذكر الاسم وعلى منبر الحسين على منبر الحسين وهذه الليلة ليلة الحسين فذكرهم ذكر مبارك نتبارك بذكرهم في هذه الليلة في هذه الليلة العظيمة التي تشرفت بها الملائكة تشرفت بها الملائكة تعرفون فطرس ملك هذا يقول لك الملك مولانا اسأل كلمتين وبندخل في المولد يلا حتى لا الله يجمعنا بعد هناك حتى إن شاء الله وحيونا أيضا ذكرى أهل البيت ذكرى الحسين عليه السلام ذكرى أبو الثوار وناصر المستضعفين حافي الدين إن كان دين محمد لم يستقم إلا بهذه يا سيوف خذيني ألا ترون إلى الحق لا يكمل إلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ظلما فأبى أن يعيش يقول الشاعر على هذه الكلمات فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صليعه الخط خط النبي الأعظم لما يقول النبي حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين أبغض الله من أبغض حسين حسين سرط من الأسبار يريد يأكد على منزلة عظيمة يريد يأكد على مرتبة كبيرة هذه المرتبة تجلت في كثير من الروايات أيها الأحبة في كثير من الروايات في كثير من الأخبار والأحاديث التي أكد عليها رسول الله أحاديث هذه نسميها وين؟ نسميها دلالات أنصح لنا أن نعبر نظرية دلالات على قوة الرجل على كبر أو عمر الرجل على سمو هذا الرجل الكبير هذا الابن العظيم وكذلك عندنا مولانا شنو عندنا أيضا أخبار فيها دلالات شنو عملية شنو الدلالات العملية ينقل البخاري وغيرهم من أصحاب الحديث
بالكتب الصحيحه اللي يسموهم اصحاب الصحيح او اصحاب الصحاح، يسموهم الصحاح الصحيح. ليش؟ الكتاب هذا صحيح البخاري او صحيح مسلم، يعني ما صح من الاخطار. وقد اكدوا على ان رسول الله صلى الله عليه واله قال في اكثر من مره، رحمه الله الشيخ الوائلي، الشيخ الوائلي انا اذكر اليه، اذكر له انه ذكر هذه الروايه، يقول بريده وهو احد اصحاب النبي والله عليه واله، يقول كانت عندي حاجه وهذه الحاجه تستدعي ان امضي الى النبي في الليل. التفتوا ايها الاخوه حتى تعرفون مقام صاحب الليله، وتسالون الله عن معرفه بحقه وبجاهه. يقول كانت عندي حاجه استدعت الذهاب اليه في الليل، يقول جئت طرقت عليه الباب، خرج النبي صلى الله عليه واله لي وهو مشتمل شمله، مرتدي برداء كانه مغطي شيء عليه. يقول فقلت ما هذه الشمله وما الذي اراه من تحتها؟ يقول فكشف لي عن تلك الشمله او ذلك الرداء، فاذا بالحسن على يمينه والحسين على شماله، يعني على كتفه الايمن، والحسين على كتفه الايسر، وهو ينحني الى هذا مره فيقبله، وينحني على ذاك اخرى فيقبله، وهو يقول هذان ريحانتاي من الدنيا. افهموا يا ناس، افهموا ايها الامه، هذه وصايا رسول الله، هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه واله في الحسن وفي الحسين، هذان ريحانتاي من الدنيا، احب الله من احبهما وابغض من ابغضهما، الى كثير من الروايات تقول بنا المقام. ما نقدر نكمل، لكن فطرس، فطرس من هو؟ فطرس يقول لك احد الملائكه الكبار، يعني رتبه عاليه، ماكو رتب، حتى في الملائكه رتب مولانا. رتب مو بس في الدنيا، حتى في الملائكه رتب، الشهداء عندهم رتب. عالم شهيد، عالم خير من شهيد جاهل، هذا شهيد وهذا شهيد، لكن هذا مرتبته تكون اعلى لعلمه، ولهذا يصير في الجنه، كلهم في الجنه شهداء، لكن في ناس لا، في الجنه في اعلى الغرف، اعلى المراتب واعلى المنازل، وهناك من هو ادون وادون وهكذا. نعم، هذا الرجل او عفوا هذا الملك يقولون من حملة العرش، من حملة العرش، ولكنهم يقولون أتى بشيء نزل عن هذه المركبة. الله أمر بكسر جناحه، كسر جناحه، ويقولون في رواية وضعه في جزيرة نائية، فأخذ يعبد الله 700 سنة، 700 سنة وهو يعبد الله ويستغفر الله على ما فعل. بعض الروايات تقول أنه عرض عليه ولاية أمير المؤمنين فأبى، فعاقبه الله. وفي رواية أخرى لا، يقولون بأنه عرض أو أمره الله عز وجل بشيء فأبطأ، يعني تأخر، هو مطيع، لأن الملائكة ما يعصون، الملائكة لا يعصون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ماذا؟ ما يؤمرون. شاهدنا في الليلة هذه، في الليلة هذه لما أراد الله له، أراد الله له الرحمة والكرامة والمغفرة، يقولون الله أمر جبرائيل والملائكة بالنزول إلى الأرض يحضرون ولادة الإمام الحسين، أو قيل نزلوا ليهنئوه النبي، فمروا على هاي الجزيرة، مروا لأنه يقولون بين جبرائيل وبين هذا الملك اللي هو فطرس علاقة أخوية حميمة، فنزل إليه قال إلى أين تذهبون يا جبرائيل؟ قال نذهب للأرض نهنئ محمدا صلى الله عليه وسلم، ألا تحملني ما شندي وياك، خلني أروح وياك، أنا ما عندي جنحان وإلا كان رحت وياك، شيلني على جناحه. يقول فرفعه على جناحه وجاء به وأنزله على الأرض. قال عاد، قال أنت توسط لي، أنت يا جبرائيل كل وسيط،
حتى الله يغفر لي ببركة محمد وآل محمد. سلام الله فقال له مبروك هنأه على تلك الولادة. ثم قال له يا أخي هذا الملك فطرس فعل شيئا استوجب غضب الله، هلا توسطت في إرجائه إلى ما كان عليه من مرتبة عالية عظيمة؟ قال لي أنا ما أتوسط، وإنما أدعه يتبرك بمهدي ولدي مو بالحسين. يا جماعة اسمعوا، يلا حضروا حوائجكم. يقول لي يا فطرس تعال وتمسح بمهدي الحسين، بالكاروكة مالت الحسين، مو تتمسح بالحسين، بالمهد مال بركة. يقول فجاء وتمسح بالمهدي فرأينا الدم قد مشى في جناحه حتى اكتمل الجناح ببركات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبركوا أيها الإخوة، يلا عند حاجة يقسم أنتم منزل عظيم عندكم. الله موفقكم لزيارة الحسين، في كل عام تزورون الحسين. هنيئا لكم وقوفكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم على حبيبك ونبيك محمد وآل محمد. في البحار للمجلسي والمناقب لابن شهراشوب لما حملت فاطمة بولدها الحسين عليه السلام، ولما قرب وقت الولادة وأخذها الطلق أوحى الله إلى الأحياء. طبعا حتى لا ننسى نذكر هذا ونؤكد عليه في كل مواليد أهل البيت، الحمل الموجود أو الجنين اللي في بطن هذه الأم يكون خفيفا، ها؟ لا تجد ثقلا ولا وجعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، أوحى الله إلى الأعياء وهي سيدة أو حوراء من الجنة، وكان أهل الجنة إذا أرادوا النظر إلى شيء حسن جميل نظروا إلى الأعياء، وإذا أشرقت بوجهها أو اطلعت بوجهها تستضيء الجنة بنور وجهها. أن اهبطي إلى الدنيا إلى ابنة حبيبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اهبطي إلى الدنيا فهبطت الأحياء إليها ورحبت بها فاطمة، فرحبت بها ابنة رسول الله ثم قالت كيف حالك؟ قالت لها بخير، ولحق فاطمة الحياء إذ لم تدر ما تفرش لها. وإذا بحوريتين هبطتا من الجنة ومعهما درنوك من درانيك الجنة، فبسطتها في دار فاطمة وحاطت بهما الحور العين، ولا زالوا إلى الفجر على هذا الحال حتى وضعت بالحسين. محمد صلى الله عليه وسلم، 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 محمد صلى الله عليه
لا عليكم علي. عليكم علي. يلا نشوف. اسمع للحسين دليانة زهية. زهية. اسمع اسمع. هاي مستهل. بالحسين دليانة زهية. بالحسين دليانة زهية. هالأيام عيد الجعفرية. هالأيام عيد الجعفرية. بالحسين دليانة زهية. للمهدي خلينا يبارك للمهدي خلينا.
الله عاد تقول على كابتن خامس الأشباح هلا والله هلا نوره بدر لا هلا والله هلا خامس الأشباح هلا والله هلا نوره بدر لا هلا والله هلا خامس الأشباح هلا والله هلا نوره بدر لا هلا والله هلا خامس الأشباح تقول ألف مبروك للكرار والزهرة المنصورة.